ياما سيبيني، انا زهقت من العيشه والدنيا واللي عايشينها وديني بنتحر. عايز تموت نفسك يا طنايا؟ عايز تموت كفر يا وحيد امك؟ لا كده هموت قالع ياما. انزل يا وحيد. لا ياما ياما حرام عليك، ما تلفننيش، كنت هقع من على السطوح. سيبيني بقى عشان انتحر بمزاج، ما تموتنيش مقتول. ما تقوم يا راجل، ده شوف ابنك ده بينتحر. استغفر الله العظيم يا رب، اشوفك ولا انت وابنك وما في مطف في مصر مش عارفه اطفيكم. هو الانتحار ده كل يوم سيره، مش هنخلص من الشغلانه دي بقى. يا راجل قوم اتلحلح، ما تشوف الواد ماله. خليه نط يا سعديه وانا هنزل اتفاهم معاه تحت، دي رابع مره ينتحر فيها ويفشل. ابنك فاشل يا سعديه، مش فالح في حاجة أبدا ولا حتى في الانتحار. انزل يا حبيبي، انزل يا ضنايا، انزل يا حبيب قلبي، تعالى بس تعالى كلم أبوك. ربنا يهديك يا وحيد يا ابن بطني. بطني؟ الواد ما طلعش ابني ولا إيه؟ مين بطني ده أولية؟ أنا رايح أعمل شاي. وبعد هالك بقى، هما الشوية اللي حنبات فيهم نصبح فيهم كل يوم خير، عاوز إيه؟ أنا خلاص زهقت يا أبا، انا عايز اسافر امريكا. تاني امريكا وحيد؟ عايز تسافر امريكا بعد الجدع اللي اسمه بوش ده ما ماسكها، وانت عارف بيني وبينه مصانع الحداد، ما بقالوش 6 شهور في البيت الابيض ودخل علينا نفش ريشه، قال يعني هو الديك اللي في وسط 12 فرخه واحنا اللي واخدين جنب في العشه. مش هتسيب بلدك وتمشي يا وحيد، جدودك كلهم عاشوا واتدفنوا وراوا البلد ديت بدمهم. جدك مات في 48، خالك مات في 56، عمك مات في 67. ماتوا شهداء يابا؟ لا، ماتوا في حوادث عادية، بس العيلة اعتبرتهم شهداء. غتاتة كده اهو كده. الهي هدي سركو، انا لسه حلمانة امبارح بجوز حمام ابيض عمال يرفرف في البيت. امين يا رب. تعال معانا يا قرموطي، في امر بالقبض عليك. الله 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 الله، في ايه؟ جوز حمامة سعدية؟ اهي غية حمام دخلت علينا. بوش لحق يبلغ ولا ايه يا جماعة؟ معلش احنا بنتكلم. السلام عليكم سعادة الباشا. القرود يا باشا. لا روح انت. امال جايبيني ليه؟ تعالى هنا. ايوه يا باشا. وانا ما عنديش غيرك في النازلة بتهز من الراجل ليه يا قرموط؟ هو الموضوع لحق ينتشر يا سعادة الباشا؟ اسمع يا سعادة الباشا، الراجل ده من ساعة ما مسك أمريكا وهو مقضيها إجازاته كل يوم طالع يصطاد، وما قعدش في البيت الأبيض ساعتين على بعض، ونجح على أرجول بخمسين ستين صوت، بدل ما يقعد ينتبه لدروسه ويحسن مجموعه بالملحق اللي طالع بيه، دخل على الشرق الأوسط متقلط علينا ونفخ صدره كده. أنت بتتكلم على مين يا راجل أنت؟ على دبليو دبليو بوش يا سعادة، مش هو اللي بلغ عنه وجايبني قدام سعادتك؟ أنا بقول لك من دلوقتي، الراجل ده أدم وحش وكعبه محني، معلش إحنا بنتكلم. اوعى انت بتكتب ايه؟ كعب محني دبليو دبليو باشا. الله عليك يا عمنا، سيجاره على النبع عشان الصحصحه. انت بتعمل ايه؟ ارجع بك. حاضر يا باشا، ما تزعلش نفسك، ما تزعلش نفسك. انت تعرف واحد اسمه مرعي بتاع الكلمه؟ ايوه سعاده الباشا، ده راجل معفن، ايه اللي دخله في موضوعنا الكبير ده؟ انت كاتب له كبيالات على نفسك وما عاد يستحق، ما تبعكش ليه؟ مرعي ده كذاب وبطنه فاضيه وبيتعشى كوسه نايه يا سعاده الباشا، وبيضرب كبيالات وحرامي ونزله السمان كلها عارفه كده، وهو متضايق مني ومتغاظ اكمني بعمل دعايه لفخري عشان اطلعه. فخري مين؟ فخري بتاع الملايات واللحفه، بطلعه المرعي بتاع الكلمه علشان اعمل توازنات في المنطقه. هتدفع ولا لا؟ ادفع، ما تزعلش نفسك، الضغط شغال في البلد وانت صغير. مالكش دعوه بيا. حاضر يا باشا، بس ما تزعلش نفسك لو تضطرب بالضغط ولا حاجه اليومين دول، يعني اللي بيقعوا صغير وانت صغير. مالكش، اطلع بره. حاضر يا باشا، اطلع بره. العيد الصغير بيجي قبل العيد الكبير، خد بالك. اطلع بره. حاضر يا باشا، حد يجيب له كركديه. اصبر عليا يابا عشان اللعب سخن. العب. ايه حكايتك يا قرموطي؟ بقالك يومين يعني محدش شافك، كنت فين يا راجل؟ كنت في شرم. شرم؟ شرم ايه؟ يعني هيكون شرم ايه؟ شرم الاسم؟ كنت في شرم الشيخ طبعا. يا ما نفسي اروح شرم دي يا قرموطي. هتروح قريب يا حبيب قلبي وهتنبسط قوي ان شاء الله. امسك السم الهاري. دي بلاطه دي ولا ايه؟ انا تعبت. ايه ده؟ ايه ده؟ العب. حاج عايزك في كلمه. ايه ده شويه مش شايفني مركز مع الراجل في اللعب؟ الله الله، انت بتخبي منه ايه وبتلعب مع مين؟ ده ضرير ما بيشوفش. اخرس يا حيوان، انا مش قايل لك 30 مليون مره
اوعى تقول قدام عمك سباع انه ضرير ما بيشوفش. ليه؟ عشان احنا مخبيين عليه مش قايلين له. مخبيين عليه ليه؟ انت عايزنا نقول له ان هو ما بيشوفش يقوم يتعمي فيها؟ اخرس يا حمار. انت زي الفل زي الفل عم سباع، ما تسمعش كلام حد. شوف الناس الحلوه دي تشرب ايه. هو في حاجه ما شربوهاش؟ ده انت طول النهار بتنزل لهم مشاريب عشان يسمعوا حواديتك لحد ما ندينا، وانا ما بقبضش بقالي 6 شهور. الله، يلا اقعد سيح على القبض بتاعك وافضحنا قدام الزباين. رد علي الرد برد وحدوته. يا واطي يا قليل القصر، عايز تاخد فلوس من اهل حتتك؟ ما سمعتش عمك سمير الاسكندراني زمان وهو بيقول يا رب اهلي وحبايبي والمجتمع والناس؟ سمعته. اه دول بقى اهلك وحبايبك والمجتمع والناس. ايوه كده خلونا نتنفس بقى يا ابن الايه. قفلتها؟ قابل يا حاج عرموطي، الدولارات جايالك. يلا يابا، يلا يلا يا عم يلا، عشان ده اكل عيش محلها مش تكية، هي دي ساعة ضيقة وده مكان اكل عيش. يلا عم نسمعها شو تصبح. امال ايه الخطبة اللي فرحتنا بيها من شوية دي واهلي وحبايبي والمجتمع والناس؟ معلش ده كلام كان زمان في الستينات، احنا دلوقتي في الالفية التالتة. قلة الاصل علامة مسجلة. الشيشة عصايتك واخلع عشان انا اتخنقت من نضارتك. على مهلك بقى عمي، مع السلامة يا رب. اهلا وسهلا يا صباح الدولارات. يا اهلا، ما ويلكم ان ايجيبت فروم وير فرانس. جاك شراك حبيب قلبي، صغيره قوي. اه انت هربانه من اهلك ولا ايه؟ فروم وير جيرماني شرودر حبيب قلبي. اهلا وسهلا، هي رحله مدرسيه. اهلا وسهلا، منورين. اهلا وسهلا بالقمر. فروم وير امريكا. امريكا اجدع ناس والله. ايه اللي خلاكوا تسيبوا كلينتون وجبتوا لنا الراجل ده يا اخي؟ يلا اسم الكريم ايه؟ وات النيم، النيم بتاع سيادتك؟ جون ادمز. ادمز ادمز ادم، ده اسم عالمي والله. منين؟ من امريكا بالظبط. فيرجينيا واشنطن دي سي. اه دي سي ورا البوسطه كده قدام البنزينه بتاع. اه بس منطقه كده، منطقه عداله. والاخت اسمها كريستين. اهلا وسهلا. المدام هيز نوت ماي هازبند. مش مراتي، مخطوبين من اسبوعين بس. Only 2 weeks. مخطوبين على يعني لسه على البر. مفيش كاتب كتاب رايت بوك يعني؟ مفيش كاتب كتاب. ايدك بقى لا مؤاخذه، ايدك لا مؤاخذه، عشان ده مكان اكل عيش ومطرح يعني عايزين ناكل فيه عيش بصلاح النبي. واد حدوته. ايوه حاج. تعالى شوف الناس بتشرب ايه، وعايزك تعمل واجب مع جون وخطيبته. دول ناس امريكان، دول اللي بيبعتوا لنا المعونه. هما صحيح بيطلعوا عين ابونا عشان خاطر المعونه، بس دول في بلدنا ونعمل معاهم واجب. يلا. ايوه كده يا عيني يا دولارات. ليديز اند جنتلمان، مقهى القرموط الدولي يحييكم ويرحب بكم في بلدكم الثانيه مصر. مصر ام الدنيا، يعني ام اوروبا وام امريكا وام اللي جاب امريكا. ونسمع احلى سلام بالصلاه على النبي عشان ما نولعش القهوه بتاعتك باللي فيها. صباحو قشطة، افتحي يلا. لا يا اخويا مش فاتح، ابويا مش هنا. ما انا عارف انه مش هنا، وهو لو كان هنا كان ايه اللي جابني يا بنت الهبلة. افتحي بقى يلا بسرعة قبل ما حد يشوفنا. انا عارفة ان اي راجل واي ست بيتقفل عليهم باب بيبقى الشيطان تالتهم. يا دم، هو الشيطان فاضلنا الشيطان وراه شغل متلتل، هيسيب الدنيا كلها ويجي يقعد مع واحدة لابسة فوطة. افتحي بقى، افتحي بسرعة. طب عاوز ايه؟ عايزين نعمل سبوبه مع الشيطان. شفت بقى؟ عشان كده ما كنتش عايز افتح. طب بص يا توته ما تزعليش مني لو ما شفتيش وشي تاني. ما انا عايزين معاكي في وشي تاني. وحيد استنى، وحيد استنى، وحيد ايه يا توته؟ وحشتيني. طب بوسه واحده بس ومن هنا. ليه جاي ابوس واحد صاحبي؟ لا بوسه عاديه زي اي اتنين بيبوسوا بعض. يبقى خلاص مفيش بوس. خلاص يا ستي خلاص، هي بوسه واحده ومن هنا. ايوه من هنا اهو يا ست. من هنا ابعد عني. انت هتمسكني؟ مش بسمت في بوس من غير سند. لازم اسند يا حبيبتي. يلا تعالي بقى نطلع. ابعد عني يا وحيد. يا عافي يا لهوي يا امي من عندي. يا بس يا اتنين معسل وادي زازي معايا 50 جنيه ازاي؟
اللي ازاي؟ هي هتسخنك علينا ولا ايه؟ انت حسابك اصلا 70 جنيه، عملت لك ديسكاونت 20 جنيه يبقى عليك 50. نو نو نو، انا باجي ماسا مرتين في سنه، انا عارف الاسعار كويس. نو انا عايش هنا في مصر من زمان واعرف الاسعار احسن منك. انت مش عارف اي حاجه، اي حاجه. انا فاهم كل حاجه، انا مصمم ساعتها في قسم فلسفه. انا حدوته، ماي نيم حدوته. ستوري ستوري ستوري، لوك ات ذس، ذس از روم، تشيك ات اوت مان. انت جدع، انت اقعد بقى ولم نفسك. شغل البلطجه الامريكاني ده ما ياكلش مع القرموطي. اقعد بدل ما اقوم امسح بكرامتك اللاند، يعني الارض. انا اتصل بالسفاره وافلك الهواء. اي ام ان امريكان سيتيزن يو سون اوف ا بيتش. لا ده انت عيل قليل الادب، والادب مش هينفع معاك. انت ايه هتبلطج علينا؟ خليك ماسك ولا اوعى تسيبه. انا هوري لك بقى الامريكان سيتيزن بتاعتك. هولع حالك دلوقتي. الو سنترال المريوطيه، اديني البيت الابيض الله يخليك. انا هكلم لك بوش نفسه دلوقتي عشان هتشوف انا بعمل القرموطي بيعمل. خليك ماسك اوعى تسيبه. الو يا عم بوش، كل شويه واحد امريكاني هيجي يبلطج علينا، بدنا نولعه. نعم مش همك. ماشي يا عم، خليك ماسكه بقى اوعى تسيبه. انت بتتدني يو سون اوف ا بيتش. ده بيزق بقى، اوعى تسيبه لانه جايين دلوقتي كله. ولع دلوقتي يا ابني، اشوفها بتولع دلوقتي. يا نهار اسود، الحق يا حاج. شكلك مش عايزه تخلصي النهارده. يا توتة، ما طب اديني بس وشك كده. ايه معقوله بتخبي وشك مني؟ ده ايه البوصه المنظوره السودا اللي احنا فيها دي؟ استني ايه بقى. يا نهار ابوك اسود، اشبت على كده يا صايع يا ابن الصايع. انا هوريك، انا هجيب السكينه واقطعك 100,000 حته. والله ما انا عندك، اوعى تتحرك مكانك. خليك قاعد يا بنت بقول بلد، اوعى تنط من الشباك. ايه ده؟ انت لسه ما نطيتش؟ لا حول الله يا رب. مش انت اللي قايل لي اثبت على كده يا صايع يا ابن الصايع؟ اما انت بقى حسابك معايا بعدين يا سفله. ايه يا بابا، انا مش سفله، ثم ده خطيبي. وكان ما كبرش بقى الموضوع. ما كبرش الموضوع؟ ده انا كنت ما ربيتش خالص، وكنت قاعد على القهوه بلعب كوتشينه وطاوله مع اصحابي، كنت بقيت مؤدبه اكتر من كده. امشي امشي، قولي من وشي. قولي يا ابن عموتي، انت كنت جاي هنا عايز ايه؟ بصراحه يا عم بصلح، انا نفسي اصالحك واقول لك على كل حاجه، بس انا واثق انك انت مش هتصدقني. لا انا هصدقك بصراحه. انا كنت، لا مش هتصدقني والله. بقول لك انا هصدقك، خلصني قول. بصراحه كنت جاي عايز ابوسك. اه عايز تبوسها؟ بقول لك يا ابن قرموطي، قبل ما تجيب السكينه دي في كرشك وقطعك 100,000 حته ورفضت في السكين ده، انت قول لي انت كنت جاي هنا عايز تبوسها؟ وديني انا عندك يا ابن قرموطي. افتح بيتك خلص عليه، افتح بيتك في الشارع وقول انك دخلت على وحيد ابن القرموطي لقيته عاوز يبوسها. الله، هو في بوس عندك يا مصلحي ولا ايه؟ الله يخلص عليك. انت بس تفهم وتبقيني، مش حاجه مني. اسمعي، انت عندنا هنا للسقط واللقطه. اسمع يا عم مصلحي، هي كلمه هقولها لك ومش هتنيها. لو جنس مخلوق في المنطقه كلها اخذ خبر بانك دخلت عليا لقيتني ببوس روحيه بنتك، بنتك ما تلزمنيش. ما تلزمنيش؟ ابوك عايز يفضحك، وانا ما عنديش استعداد اتجوز واحده سيرتها هتبقى على لسان كل المنطقه. انا وريك هقطعك. الله، انت عاوز تضربها قدامي كمان؟ ولما انت تضربها الناس بره تقول ايه؟ مصلحي داخل على بنته، لا قاعده مع وحيد ابن القرموطي، عايز يبوسها؟ الله، ما دام في بوس عندك يا مصلحي، متداري ليه يا اخي؟ قلت لك ما تضربهاش. حاضر حاضر يا سيدي، مش هضربها. انت بقى انا متخليني الطم على وشي. تلطم على وشك؟ ولما الناس تشوفك بتلطم على وشك يقولوا ايه؟ مصلحي دخل على بنته لقاها قاعده مع وحيد ابن القرموطي، عاوز يبوسها؟ العيله دي ما تلزمنيش. ابوك هيضيعك. ربع تعالي. مش عارف يا عمي، مش عارف.
ولما الناس تسمعك كده وانت بتصوتي يقولوا ايه؟ ابوك داخل عليك لقاك قاعد مع وحيد ابن القرموطي عاوز يبوسك؟ انت مش نافعه خالص. شوفوا بقى نصيبة. انت اللي حدفتي؟ خش يا جون معلش اهدى اخويا. ده حدوته نزل شاي وحاجه ساقعه هنا على حساب الناس دي واقع لها برجين ولازم نقف جنبهم. اهدى يا جون ما تعملش في نفسك كده، انت داخل على جواز وخاطب. معلش يا كريستين بس اهدى حبيبه قلبي بس. انت مش اطمنتي على ماما؟ ريح انت ريح مالكش دعوه انا هخلي بالي. مش اطمنتي على ماما؟ ما كانتش في البرج؟ ان شاء الله هتيجي سليمه باذن الله. عايز تخش تنام جوه انت خش نام. بس سد يا ماما سد. ايه العيله دي؟ مفيش لا اخلاق ولا تربيه بالمره. خير يا مصلحي؟ انا عايزك في كلمتين يا رموت. مش شايف في ايدي شغل؟ اقعد اضرب لك حجرين معسل وجاي لك دلوقتي. انا مش حاضر بزفت، انا عاوز اكلمك. اخرب بيت ام، ده نسب اسود عليا. معلش يا كريستين 5 مينت وراجع لك. ها باكيو. لا ما ينفعش عشان شكلنا كده وحش في المنطقه. تعالي اقعدي هنا، مش عشان وقع لكم برجين نقع احنا في الغلط. معلش احنا بنتكلم. خير يا مصلحي؟ اسمع رموطي. نعم. انت تشوف لك حل في الواد ابنك ده. معلش انا عايزك تصبر عليه شويه، الواد خام لسه واخلاقه زي البنت البكر. اخلاقه وتربيته هم اللي مضيعينه. اخلاق ايه يا رموطي؟ شوف بس يا مصلحي سيبهولي وانا هدردحهولك شويه. لا ابوس ايدك ما تدردحوش اكتر من كده. استنى فهمني بس يا مصلح، اصل انا عارف ابني، انا قسيت على الواد ده في التربيه قوي. الواد طالع مؤدب زياده عن اللزوم. الواد اقول لك ايه، الواد لو شافني دلوقتي ما يعرفنيش. ما يعرفكش ازاي يعني؟ لانه ما بيحطش عينه في عيني. 10 سنين بكلمه عنيه في الارض. انا مش عايز اقول لك الكبيره اول امبارح مش عارف عمل حاجه غلط كده، رحت شخط فيه شخطه عملها على روحه. يا رموطي الراجل ده بيقول لك ايه على الصبح؟ عشان شكل كده هنعملها معاه النهارده. ده اللي بيعملها على روحه يا رموطي. ايه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ انت عايز توقع بينه وبين ابن مصلحي ولا ايه؟ مين اللي قال بيعملها؟ ما انا عايز اعرف مين اللي قال الكلمه دي، عشان ده لو انتشرت في الناس ده مش حلو ولا ايه؟ مش انت، مش انت ممكن يضيع فيها ريال. مش انت يا عم، انا اللي عملتها على روحي. تعالى بس كده خلاص اوعي. بس اقول لك لا، انا هاخد بنتي واسيب البلد كلها من تحت راسكم. الله يحرقكوا بجاز، هي ولعت من شويه. يا جدع روح ربنا يولع فيك وفي كرتتك والحصان بتاعك في ليله واحده. اتكل على الله. يلا وادي وحيد حضر الشيشه بتاعتي. يا لهوي الحقيني يا خالتي. وحيد راح مني يا خالتي. يا لهوي يا حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني. وحيد جرى له ايه يا بنت؟ مات. مش وحيد يا خالتي، ابويا. ابويا ابوكي مات؟ الواطي مات؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. لا يا خالتي ما ماتش، بس قال لي ما انتش متجوزه وحيد من القرموطي. وقعت يا قلبي ضربه في قلبك يا بنتي يا عبيطه. الواد هيتجوزك. وحيد هيضيع مني يا خالتي خلاص، وانا بقى مش هتجوز غيره. هلم البسله. لمي يا اختي لمي. ابوكي طول عمره واطي. لمي انت البسله، انا اللي هلم الفاصوليا. وبصراحه يا خالتي بيقول عليه شحات وما حطوش سكن يسكن فيه. انا مش قادره افهم ابوكي ليه راكب دماغه ومش عايزك تيجي تسكني عندنا في البيت. اصله ما بيطيقش عم القرموطي. يا حسره، هو في حد بيطيقه؟ بعد 11 من ايلول سبتمبر سيتغير كليا وجذريا. اشربوا عادي، ما تكلمنيش بقى يا معلم. ما تسيبك بقى من التلفزيون والسياسه بتاعتك دي، وتعالى بقى نتحاسب ونشوف اكل عيشنا. ابعد ياد عن التلفزيون عشان في كلام كبير قوي بيتقال وانتوا ما انتش فاهمينه، وشكلنا كده داخلين على ايام سودة. ابعد شوية. وفي حرب متبلدات ضد الولايات المتحدة الأمريكية سيد محمود سيعد البرهان. تشكر يا انا قايل من الاول جدع اللي اسمه بوش ده مش هيجيبها لبره. يابا دماغك بقى وارحمنا، احنا مالنا ومال بوش ومالنا ومال امريكا؟ ما تخلينا في الديون المتلتلة علينا والمصايب السودة اللي احنا فيها. بص الولد اللي هتتكلم في ايه وهو بيتكلم في ايه؟ عمال اكلمه في قضايا دول عظمى وعالم بيتغير ودول بتتشال من على الخريطة، وهو عمال يقول الديون اللي علينا والبت اللي هتروح مني. انت نافع انت؟ السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. جبنا سيرة القط جالنا ينط الديون. نعم. قسط الدش يا حاج قرموطي. ميعاد القسط كان امتى؟ الاربع اللي فات. حيل يعني قبل 11/9 صح يابا؟ صح. وبعد 11/9 ايه اللي حصل يعني؟ مالكش عندي مليم.
انت بتقول ايه؟ هو انا يا ابني اللي بقول التلفزيون دلوقتي لسه هو اللي قايل بيقول لك العالم قبل 11/9 اتغير عن العالم بعد 11/9. عايز العالم كله يتغير وضمير القرموطي ما يتغيرش. كونش هاد من هنا بقى عشان انا اتخنقت منك. معلش يا ابني كده انت بتقلع لي الجزمه. هي ايه؟ فتوانة ونصب. ايوه فتوانة ونصب واعلى مفخلك ركابه، وهو ده النظام العالمي الجديد. اها خلاص يا باشمهندس ابعد عن وش السعاده. انا بقى هعرف اخد حقي منه. يعني مركب دش في القهوة عشان اللي يسوى واللي ما يسواش يقعدوا يتفرجوا عليه، ومستخسر تركب لي دش في البيت عشان الدش في القهوة تحت السيطرة وفي البيت مسخرة. وما فيش دش هيخش بيت القرموطة وحيد، وانا قايل لك الكلام ده عشان لو جبت سيرة الدش ده تاني انا هولع في الدش وهولع في الرسيفر وهولع في امك. لو عايزنا ولع في امك جيب سيرة الدش ده تاني. الدش في البيت قال ما استشرب شيشة معايا كمان. مساء الخير يا وحيد يا ابني. اضرب. مساء الفل ارمط. مساء الجمال يا حبيب ارمط. شوف قله الادب. يعني انا روقك وادخلك الدش وانت تقل ادبك عليا وتقول لي ارمط؟ مفيش يا ابو الحاج ارموطي، ابي ارموطي. يلا بقى جيل اخر زمن هنقول ايه؟ اسمع ده وحيد، انا اذا كنت وافقت ان انا ادخلك الدش ده انا وافقت عشان حاجه واحده بس. المثل بيقول الكبر ابنك خوي، وانت ما شاء الله دلوقتي كبرت ورعرعت وداخل على جواز ولازم تفهم الدنيا وما فيها. ما تجيب لنا قناه يابا من بتوع الاغاني. بس انا بلا قله ادب، قنوات الاغاني ما تخشش بيت القرموطي ابدا. انا شفرت كل قنوات الاغاني اللي في الدش وفتحت لك قنوات السكس عشان اخلاقك ما تبص. معلش احنا بنتكلم يابا. هي الصوره واقفه ليه كده؟ الفيلم مش جاي ولا ايه؟ دي الاشاره يا قفا، الفيلم جاي كمان شويه. كمان عارف الاشاره من الفيلم. صباح وقشطه يابا. بقول لك يابا، هي المزه دي معانا في الفيلم ولا ده اعلان لفيلم بعد كده؟ المزه ديت هي بطله الفيلم، اسمها شاشتولينا، ايطاليه الجنسيه، 44 سنة وعاملة 52 فيلم وحوالي 3400 صورة عليها. لا بس قولي عرفت ده منين يابا؟ عرفت الكلام ده منين؟ ده السؤال يتسأل لأرمط. شاشتولينا ديت بقى بعد ما عملت لها قرشين حلوين من الأفلام السكس ورستقت نفسها راحت مرشحة نفسها في الانتخابات بتاعت البرلمان الإيطالي ونجحت وبقت نايبة. نايبة في البرلمان الإيطالي؟ أمال إيه؟ نايبة كبيرة قوي يا ابني. ده كان نازل قصادها واحد فعل طور، انما تعبته قوي يا عيني. في الانتخابات؟ لا في الفيلم. الاسامي نازله ايه؟ العب ولا العب دي بتاعه القرموطي، هنخش على شغل بعض ولا ايه؟ يا لهوي ايه الصوت ده؟ ده بينه صوت امي. امك في الفيلم؟ امي برضو هتبقى في الفيلم يابا. أرموتي. ايه يابا؟ انت فين يا قرموطي؟ يا وحيد انت فين يا واد؟ ايه اللي قومها ام قوي دي دلوقتي؟ يلا غير المحطه، كنا اتفرجنا في القهوه احسن. غير تشينج تشينج. ما يبيش عامل انا بتفرج انت والواد على ايه يا قرموطي؟ بفرجوا على القناه التعليميه. الواد كبر ولازم يعرف كل حاجه عن الدنيا. قوم امك. قومها انت. ايه يا وليه في ايه؟ انت مش مكبره بحد في البيت ولا ايه؟ بقيت شربت خرج انا؟ هتقعدي تتفقري معايا انا وابنك؟ خش نامي جوه هتتفرجي معانا على الاباحه دي. اباحه ايه يا راجل؟ ده واحد عمال بيخطب. ما هي بتبتدي بالخطبه وبعد كده بتقلب باباحه. اهلا وسهلا، انت شربت ومنورت. شربات يا روحيه. وايه المناسبه ان شاء الله؟ انا المناسبه ان شاء الله. سلمي يا روحيه. ما بسلمش على رجاله يا بلحاج. انا ممكن اقول لك سلمي. اهلا يا حناطه. اهلا وسهلا. اتفضل استريح. اقعد يا حناطه، ده انت ابوك حبيب الروح بالروح. الكمبيالات دي يا عم صلحي ميعادها استحق، وانا ما خليتش ابويا يوديها النيابه. قلت برضو انت راجل كبرت وما بقتش حمل بهدله. نيابه؟ وده برضو كلام يتقال من الاهل يا حناطه. لا بلاش السكه الناعمه دي معايا. ابويا مرعي بتاع الكلمه ما يعرفش خوف الكمبيالات. انت هتقول لي يا حناطه؟ ما تشيلش في نفسك يا عم صلحي وخد اضرب السيجاره دي. نيجي ولا موز؟ حشيش. اي حشيش قله الدنيا يا ابني. يرضيك برضو يا حناطه تدخل حماك جد عيالك السن. اوام اوام بقيت جد عيالي من غير لا سلام ولا شربات
وبعدين الظاهر ان العروسه شايفه لها شوفه تانية. لا اسمع حناطه، انا ما اسمعش الكلام ده ابدا ولا اسمع اللي حد يقوله. مش الكلام ده يتقال على روحيه ابدا بنت مصالحي. ها انت سمعت عليها حاجه؟ كلام كده انها يعني لا، ابن القرموطي ده صايع، ده لا شافها ولا لمسها ولا حط ايده في ايدها ولا شاف حتى التراب اللي تمشي عليه. امال ايه حكايه البوس والاحضان والسياح ده؟ انا حنده لروحيه تقول لك بنفسها. افتحي يا روحيه. مش فاتحه يابا، وسيبني في حالي بقى احسن اولع في نفسي واعمل لكم صيمه. ليه عماله تلخ من الصبح في تعبي وشقايه؟ اديني بقسمطايه. ساتر. ايه ده؟ بتفطميني؟ ماشي. الله، خير يا ابني في ايه؟ خبر اسود عليا ياما. ما تنده يا واد في ايه؟ عم مصلح الواطي عايز يجوز روحيه للولا حناطه ابن مرع بتاع الكلمه. انا مش هسكت، انا هنزل اقتل مرع بتاع الكلمه وهقتل حناطه وهقتل عم مصلح الواطي وهقتل. ايه يا ابني مالك؟ عمال تشوح في وشي بالموبايل، مش خايف مز الكل يجي في عين ابوك يضيعها؟ اهدى يا وحيد اقعد شويه. اوعى سيبني يابا بقى، سيبني. واد يا وحيد، ما تقوم يا راجل تلحق ابنك لا يعمل في نفسه حاجه. اشوفك متشحططه انت وابنك في شركه الميه. قدر يا كريم. حاضر يا ست حقوق. ما تلعبيش في الريموت كنترول لحد ما اجي. ويخرب بيت ام الخلف على اللي بيخلفوها. واحد يجيب العيل من دول يقف جنبه يطلع عيل بيذله. انا مش فاهم ايه الشبوره اللي انت عاملها دي. انا خلاص يابا، انا زهقت من العيشه هنا. البنت هتضيع مني خلاص. انا عايز اتجوز روحيه واخدها واسافر امريكا. اوديك امريكا والابراج كل شويه بتتحدف كده وتقع؟ طب افرض يعني جت على نفوخك، واخد بالك، بلكونه وراحت واقعه فاتحه نفوخك، وانت عارف الحديد والاسمنت في امريكا غير الحديد. بس بقى يابا حرام عليك، بطل رغي بقى. انا نفسي اسافر، عايز اشتغل. ما انت شغال معانا في القهوه. قهوه؟ وده بتسميه شغل؟ اخد دبلوم زراعه عشان اقعد ارص معسل في القهوه؟ ما اللي بيسيخ الشيشه في القهوه اداب فلسفه، وانت عارفه حدوته. هي مشكلتك لوحدك؟ ما هي مشكله جيل باكمله. قلتم على وشي يابا، قلتم على وشي. شوف يا ابني، الايام اللي جايه دي داخلين على ايام ديمقراطيه، والديمقراطيه يعني حكم الاغلبيه من الشعب، والشعب عباره عن ايه؟ جاوب. عمال وفئات وفلاحين. لا، وعواطليه. من يجد في نفسه العضله فليتقدم الينا على الرحب والسعه ويجلس في كرسي بالمشروب، المشاريب ببلاش والدخول ببلاش. يا قرموطي وراك القاتل، يا قرموطي وراك القاتل. احنا شباب الحزب العاطل، احنا شباب الحزب العاطل. القمر طلع كل شجاع، والان سفكيلة والراحة بالحاج القرموطي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله الحزب ده لما يتأسس بمجهودكم ان شاء الله بإذن الله هنبقى اكبر حزب في البلد. احنا ما شاء الله 3 مليون عاطل، يعني لو دخلنا المجلس هنبقى اغلبية. فكران، ودلوقتي يا حاج تقول لنا ايه برنامجك؟ سؤال وجيه من انسان تافه، انما هنرد عليه. يعمل ايه شباب غلبان مش لاقي فرص عمل؟ يموت على رأي المثل، يا جاري اطبخي يا سيدي كلف، واحنا ولاد الجاريه وهم يا سيادنا. يصرفوا علينا بقى. طب يشوفوا لما ربنا يكرمنا ونخش المجلس يشوفوا هنحكم ازاي. سمع واحد بيلسن وبيميل على اللي جنبه ويقول له ده عامل حزب علشان خاطر ابنه العاطل. لا يا بلسان طويل، لا يا بلسان طويل، ما بنعملش احزاب لمصالح شخصيه بالصلاه على النبي. يلا كل واحد عايز يشترك في الحزب يسحب استماره من اخوه وحيد امين الصندوق. ثمن الاستماره 75 قرش، 75 قرش، حدش يدفع اكتر من 75 قرش. اللي معاه جنيه ومش لاقي فك السيوله يعني يسيبها بنيه صافيه لاخوه وحيد، برضه مزنوق واخوكم وشاب وبيكون مستقبله، يعني اقفوا جنبه ساعدوه ما فيهاش حاجه. عملنا ايه يا عمنا؟ امضي 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 هنا بسرعه. الحمد لله. عايز ايه؟ عملنا قد ايه؟ وانا هنقعد نعد الفلوس، ما تقعد يا حدوته شويه. بوليس يا هو ده يا باشا. ايه يا ارنب؟ في حبيب قلبي الباشا الكبير، في حاجه يا باشا؟ فين بقيت الاستمارات يا قرموطي؟ لا اله الا الله، يا حول الله يا رب،
انتوا كمان مش لاقيين شغل يا سعاده الباشا؟ الله ده انتوا يا ما شاء الله يعني الشغل عندكم تلتل والحوافر شغاله على ودن. اخرس خالص. طب عشان منظري قدام الحزب. استغفر الله العظيم يا باشا، فهمهم بقى يعني حد يسكتونا. انا راجل ليا وضعي في المنطقه، وبعدين بقى مش هكررها كتير، انا بعمل معامله مسجون سياسي. ده ايه ده يا سعاده الباشا؟ ده مسجون سياسي. انا عايز اتعامل معامله حرامي غسيل، ومحدش يمد ايده على قفا عشان داخلين على حقوق انسان. معلش يا باشا. اتفضل يا سعاده الباشا، بيتك ومطرحك. اتفضل خد الشكيته من الباشا. استنوني بره. ايه اللي انت عملته ده يا قرموطي؟ ايوه يا باشا. عامل دراسه كلامي من الناس وبتكشف الحكومه؟ انا شتمت الحكومه يا سعاده الباشا. امال بتكشف مين يا قرموطي؟ انا بشتم الشعب، الشباب اللي قاعد على بطني في البيت وعايز الحكومه توصل له الرضعه لحد باب بقه. والنبي تعمل ايه الحكومه الغلبانه المسكينه مع شباب مش عايز يشتغل وعلى بطني وقاعد طول النهار؟ العيل من دول عايز يضرب له سكابه البنك ويقعد يتفرج على التلفزيون طول النهار، ولو يحب يتصل بزيرو ثلاث اربعات، عايز يتجوز يتصل بزيرو ثلاث عشرات. والله يا سعاده الباشا كويس ان انتم مستحملين الناس ومستحملين الشعب ده، ده احنا ما حدش عاش معانا وعمر. الهكسوس هربوا مننا، انجليز طفشوا مننا، كويس ان انتم قاعدين لنا والله العظيم يا سعاده الباشا. انت كنت بتقول الكلام ده في السرادق؟ انت عايز تفهمني ان انت وطني يعني؟ اوعى تشكك في نزاهتي ووطنيتي، انا وطني ابا عن جدي وعيلتي كلهم ماتوا شهداء يا سعاده الباشا. جدي الكبير مات في 48، خالي مات في 6، ماتوا حوادث يا قرموط. هو المحضر وصل لكم؟ اعمل لك ايه اكتر من اللي عملته يا قرموط؟ اهدى ما وريش غيرك كده في الاستباب. نفتح لك اداره في الداخليه باسمك. الضغط بيلف في البلد. مالكش دعوه بيا. يخطف الصغيرين وانت صغير. مالكش دعوه بيا برضه. بقول لك ايه؟ مالكش دعوه بالحكومه. مالكش دعوه بالشعب. مالكش دعوه باي حد. مالكش دعوه بيا خالص. الضغط بيلف. هتجنني. هجيب لك. اسكت خالص. امشي امشي. يلا. عصبي قوي. الحق بكركريه. الضغط هسجنك يا قرموطي. هسجنك يا قرموطي. هو سجن معتقل، تقفل عليا بالترابيز من كل حته. ولو ما قفلتيش بقك انا هخيطولك بالفتله والابره وهربطك في رجل السرير. اما اشوف بقى ابن القرموطي هيعمل ايه. اقفل الشرعه دي. معقوله يابا هتبقى الحانات خلصت حق بكم بيالك يابا؟ اخرس ما سمعش عيشك، وادي الشباك اهو. نبى جون الله يكرمك، كنت قصدك في حكايه كده، يا ريت تساعدني فيها. الواد ابني وحيد، يا ساتر يا رب، دماغه متعلقه في السفر، هيموت وملطشه معاه هنا ونفسه يسافر امريكا. وهو دبلوم زراعه، يعني يا ريت تشوف له اي شغلانه في امريكا ان شاء الله، حتى جنينه في البيت الابيض، بدل ما الرئيس بتاعكم بشوفه في النشره ماسك الخرطوم وبيرش الجنينه. مش حلو رئيس اكبر دوله يمسك خرطوم كده. الواد وحيد ابني علي ماسكه خرطوم عنب، يعني هيشرفك تمام. هو خريج زراعه قسم خراطيم، يا ريت تشوف له اي وركنج عندكم يعني. ما وانا هتر وحيد، وانا داره على الشغل في امريكا. يعني في امل تشغله هناك؟ الله يبارك لك. عارف مش هنسلك الجميل ده العمر كله يا جون. يا ريت تخدمنا في الحكايه دي حبيب قلبي جون. حاجه ساقعه هنا لجون الله يخليك. جون اي وان ريد كامل. القطه طالبه ايه؟ عاوز تركب جمل. يا سلام، من عندي قبل العين ديت. هي جت في جمل؟ اه ده جت في جمل صحيح. تعال يا كريستين، تعال يا حسن. ايه يا موتي؟ ايوه هي النخعه الاولانيه. معلش انت واخد الجمل وراها على فين؟ الجمل شبط فيا، عايز يتفسح. ماشي يا عم صلحي. بتحبسها يا عم صلحي؟ ده انت لو مش حاطط قفل على الباب، ده انت لو حاطط نفسك على الباب هعرف افتحك واطفشك برضه. هتعرف تفتح القفل يا وحيد؟ هعرف يا حبيبتي هعرف. ابوك عايز يعقدك يسجنك ليه؟ كنا انتوا بتشتغلوني بقى ولا ايه؟ انت طلعت منين؟ الشباك. والله العظيم انا ابوك قافل الباب وانت طالع من الشباك. يلا يا انتوا يلا يا انتوا. وحيد افتح لي. وحيد حصلين انت من الشباك. شوف يا كريستين، الجون خطيبك ده انا حبيته من كل قلبي عشان بيقول واد مجد عودنا حالات، بس انا عايز انصحك نصيحه لوجه الله. الراجل مننا لو طال من المزه بتاعته اللي هو عايزه بيركب جناحات ويطير. يعني لما يشوفك يا بنت الناس من دلوقتي
وانت لابسه المقور والمدور والمحور. امال هنشوف ايه بعد الجواز؟ معلش احنا بنتكلم عشان كده يا كريستين عايزك كده واخده بالك تشوقيه، عشان كل ما هتشوقيه كل ما هيلبد فيكي اكتر واكتر، لان لما البني ادم مننا بيشوف بقى الست معاه عايزه مش عارف ايه. يا كريستين انت زعلت من كلامي ولا ايه؟ كريستين 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 فيش كسر الحمد لله. امال الدوخه دي من ايه؟ الظاهر ما قدرتش استحمل المجهود عشان حامل. ايه حامل؟ خير. الحق يا قرموطي. كريستين حصل لها حاجه؟ البنت طلعت حامل في التالت. الحمد لله. نعم حامل في التالت؟ ايوه. يا نهار اسود، ده جون قايل ان هم مخطوبين بقالهم اسبوعين، بقت حامل في التالت ازاي؟ البنت دي ضحك عليه ولا ما اعرفش. اتصرف اتصرف. اتفضل يا دكتور اتفضل يا دكتور. عوزي عوزي عوشي عوشي انت شوية. الله يلعن كريستينا على اليوم اللي عرفتها فيه. مع السلامة دكتور. مع ألف السلامة. شكري القهوة يا باشا. عرفنا بس أنا جون مش عايزك تزعل نفسك، وعايزك كده تمسك أعصابك يا أخويا وما تزعلش نفسك الزعل الوحش اليومين دول. يجي لك شوجر ولا حاجة وأنت لسه صغير، واللي بيقعوا اليومين دول هم الصغيرين. هولي هولي جست أمي عوشي. مش عارف أقول لك إيه، الموضوع محرج شوية يا جون ومش عارف أجيبها لك إزاي. أنت قبل ما تشبك كريستينا سألت عليها؟ أرموتي أنت عاوز تقول إيه؟ أنا عايزك تمسك أعصابك شوية يا جون. أنا هجيبها لك على بلاطة بقى. كريستين متعبية مش فاهم. وات يو مين؟ حامل. حامل؟ يس حامل. حامل؟ بريجننت؟ كريستينا بريجننت؟ يس كريستينا بريجننت. كريستينا بريجننت. انا مبسوط قوي. انا كريستين هنتجوز. والله العظيم هو ده النظام عندكم؟ بتجيبوا العيل الاول وبعدين تتجوزوا؟ هو على ده نظام. بموت فيك يا دودة. انا خايفه من ابويا. ما بنعملش حاجه غلط. هيجوزني حنطه وانا مش هسكت. هتعمل ايه؟ هفضحك يا حياتي، هجرسك يا عمري، هسوق سمعتك، هخلي سيرتك على كل لسان لحد ما ابوك يبص رجلي عشان ارضى اتجوزك. للدرجة دي بتحبني يا وحيد؟ روحية روحية. ايوه يا عمو، احنا هنا في اوضه النوم. يا نهار ابيض اسود في اوضه النوم ده انا هفضحك. ده انا هتكلم. انت بتيجي منين؟ انا عايز افهم ايه. انا تقعد يا عم مصلحي. واهدى يا عم مصلحي، عايزك تبارك لي. ابارك لك على ايه يا عايز افهم؟ انا داخل على منعطف تاريخي. ايه؟ داخل على منعطف تاريخي. ايه هذا المنعطف التاريخي ده؟ امريكا. خلاص مسافر امريكا. ابويا اكلم جماعه اصحابه امريكان هياخدوني امريكا شغلوني هناك. هشتغل جناين في البيت الابيض. طب والبيت؟ البيت هاخدها معايا طبعا، بس رستق نفسي شهر ولا اتنين وابعت اجيبها. هنروح امريكا يا حبيبتي. ابوس رجلك يا بطوافة. ابوس رجلك يا بطوافة. ابا انا مش هتجوز غير وحيد. الكلام ده اللي انت بتقوله ده كلام مظبوط ولا هالفاطمه اللي بيها الفاطمه ابوك دي على طول؟ مظبوط يا ناس. خليك شاهد عم سباعي، عم مصلحي هيجوزنا وحياه بنته. اداني كلمه. خلاص مبروك يا مصلحي. هو انت غاوي جرس وفضاح وتسمع الناس الكلام يا اخي؟ كم شويه. بقول لك ايه، اعتبرني ما اديتكش كلمه، انا لسه بفكر في الموضوع. امشي من هنا. ذوق ذوق. امشي من هنا. ذوق ذوق. امشي ذوق ذوق. يا شادي يلا ذوق ذوق ذوق. وصلوا بالسلامة يا جون، هتوحشنا يا حبيب قلبي. انت أكثر. ما تنساش وحيد بقى حبيبك واخوك. مع السلامة. مع السلامة يا كريستين. خلي بالك. باي 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 باي. اي حد يكلمك في المطار قول له ارمط. ارمط دي عاملة زي الفيزا بالظبط. يلا مع السلامة. مع السلامة. مع الف سلامة. خلي بالك من نفسك. هتوحشنا يا جون. هتوحشنا يا حبيب قلبي. مع الف سلامة. مين دول؟
يعني خلاص هتسافر وتسيبني يا وحيد؟ شهر بالكتير وحشدك معايا. ماليش دعوه يا اخويا، وليه يعني ما نتجوزش ونسافر مع بعض رجل على رجل؟ ما ينفعش اخدك تتبهدلي معايا، اشوف شقه وارستق نفسي وابعت اجيبك على طول. عارفه لو خلفنا عيل امريكان سيتيزن عارفه وضعنا هيبقى ايه؟ ايه هيبقى جامد قوي. انت بتشربي سجاير يا جزمه؟ انا مش جزمه يا وحيد. وعندك جزمه كشت بتنور لخالتك ام وحيد ليه؟ بتروح السوق بالليل ساعات وبتتوه. اكتب اللي بقولك. بتتوه. وعندك ست حجاره قلم معانا؟ حجاره قلم. اكتب اللي بقولك عليه، مش كل شويه هنخش في التاني. حاضر ماشي يا حاج. حجاره قلم واتنين صندوق امريكاني تفاح معتبر لامي. ماشي ماشي، مش خساره في امك صاحبه واجب، بس خليهم صندوق. ايه ده؟ ايه اللي استمعك ده ليه؟ اخص عليك عيل قليل الاصل وواطي، بتقول على اهل حتتك ناس طماعه. ما سمعتش عمك سمعته نفسك. روح ويجي بسلامه يا حاج. تنساش تلم منهم حق الحاجات دي مقدما وتحسب فرق سعر الدولار عشان الناس دي طماعه بجد. وبالنسبه لموضوع امك هو كيلو بس ليه صندوق؟ ماشي معاها يعني؟ حاجه نصي. ايه جواب من امريكا الحاج هرموطي؟ ايه جواب من امريكا الحاج هرموطي؟ جواب من امريكا؟ عهد وحيد ابني وصل من امريكا، حد يبعت تجيب وحيد من البيت عشان الحق ابشره. خد 2 جنيه يا عم. صل على النبي. ايوه حلوين. جواب امريكا يا جهل. امريكا. جواب امريكا يا جهل. امريكا. خلاص فيزتنا معانا وعقدنا في جيبنا والواد وحيد ابني هيسافر يا حبيبتي. هتوحشني يا وحيد، هتوحشني يا ابني الكلب. حاج انا دافع 22 جنيه ونص حلاوه الجواب ده. هم جوز جنيهات انا شايفك وانت بتصغدهم للبسطجي، هنبصب على بعض. الف مبروك لوحيد يا حاج، ربنا يوفقه يا حاج. الله يكرمك يا عم بوش، الراجل ده على قد ما هو عامل لبش في المنطقه لكن برضه له دقات جدعانه. والله لا احط له صوره عندي في القهوه عشان اثبت له انه بيعمل معانا حركه جدعانه عندما المؤاخذه بتترد له اضعاف مضاعفه. يلا انت الاوامر، علق صوره عمك بوش ونزل له تفاحه. وعلق صورة بوش وصلاحه. ايه ده؟ ايه ده؟ يا نهار اسود. خير يلا في ايه؟ ده بالانجليزي يا حاج. واداب فلسفه، جواب جاي من امريكا عايزه يبقى مكتوب ايه بالالماني لازم يبقى بالانجليزي. اقرا يا قفا. ما هو فلسفه مش انجليزي. خلاص اقرا وانا هترجم الجواب بايدي. حاضر يا حاج. يلا اقرا لي واحده واحده. تي 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 يعني شاي يا استاذ حدوته. حرف تي. حرف تي تي يعني تي عندنا. تروح السفارة تاخد الفيزا يا وحيد. اللي بعده اتش. اتش يعني ها. هنستقبلك احسن استقبال. اللي بعده ايه. ايه يا ارم. اللي اخرك يا وحوح لحد دلوقتي. اللي بعده ان يعني نون. ناوي تيجي في طيارة كام. كيه يعني. كويس انك جاي على طول. اللي بعده. اللي بعده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه انا من فوق الشفره يا حاج. تي اتش ايه ان كيه يعني سانك. روحه عشان ابتديت اتشائم منه. قول لي ايه اللي مكتوب عندك بالظبط. ده هي كلمه واحده بس يا حاج. كلمه ايه؟ ثانك يو. يعني ايه؟ مش يعني بيقولوا لك متشكرين على الواجب اللي انت عملته معانا في مصر وكده يعني. واجب ده ايه؟ هو ده كل اللي مكتوب في العقد ولا عادي ايه يا حاج؟ ده كارت معايدة عادي جدا يعني. كارت معايدة ده ايه؟ وايه الدباديب اللي رسمينها دي كلها؟ انا مش فاهم. الله، يعني لا بعت لا فيزا ولا عقد ولا حتى عربون ولا تذكرة طيارة ولا علبة سجاير حتى. جواب امريكا جاي يابا. ولا تعالى شيل صورة الجدع ده واخفيها من قدامي عشان الناس دي ما عندهاش كلمة وعمرنا ما هنشوف من وراهم خير. ايه ده؟ ابويا بيقول ليه الكلام ده؟ الله، مفيش امريكا؟ مفيش. وحيد ده صايع هو ابوه، كل شويه قلبوا دماغنا امريكا امريكا امريكا، ولا في امريكا ولا شاف ابو خاده بومبه في الاخر. انا لا يمكن كنت حافي انك تسافري معاه. لا بقى لا بقى، ده اكيد الواد حنطب نمرع بتاع الكلمه هو اللي مالي دماغك يابا. انا اديته مهله لحد ما يسافر وهي السفريه باظت اهي. بس المهله لسه ما خلصتش يابا. يا خساره البط والوز اللي طفحوه. هم الامريكان كده سعديا عارفهم كويس، يقولوا كلام كبير قوي وما يعملوش منه اي حاجه. ولما انت عارف كده خليك نعمل ده كله ليه؟ عشمت ابنك بالسفر ليه؟ انا ولع لك في ضفيره اهلك ديت. انا عشمت الولد بالسفر، مش هو اللي كان حيبيت نفسه يسافر. يلا نهايته هو فين؟
حبس نفسه يا حبة عيني في قطه من صباحية ربنا ومحطش بقه ريحة الزاب. ما كلش من الصبح يعتبر اضراب عن الطعام. طب حضري له لقمة وانا هخش اكله. هو يحب ياكل من ايد دادي؟ لقمة؟ لقمة ايه؟ مفيش اكل. مفيش اكل؟ ليه يا وليه انت مش دافعه دكر بط الصبح؟ حطيتهوله يا اخويا واكلتهوله بالعافية. وحيد اكل دكر بط بالعافية وزعلان؟ ها والله لو كان فرحان كان عمل كان كلنا انا وانتي. ده جيل ايه الاسود ده اللي كله عايز يهج ويسافر؟ اصفرك فين يا وحيد؟ كرة قدامي مش لاقي منطقة اصفرك فيها. اليابان براكين وزلازل. كوريا نووي. بقى اسكتلندا. ايه يا اسكتلندا؟ لا اسكتلندا ايه؟ دول الرجاله بيلبسوا جيبات هناك. الواد يروح ببنطلون يرجع لي بجيبه. في ايه؟ هو انا الوحيد اللي في القهوه دي؟ انا اللي بعمل كل حاجه. ايه حاجه؟ ما بتردش على التليفون ليه؟ ولا بالكره في وش امك. انا مش طايق نفسي اقعد ساكت خالص. خرط خرط انت هتخش جوه. لا خرط. الو مين؟ مين؟ اه موجود. نقول له مين؟ ايه مين؟ منين؟ طيب لحظة واحدة يا حاج. تليفون عشانك من العراق. عمك صدام حسين؟ لا ده واحد بيقول اسمه حسين ابو عدنان. حسين ابو عدنان هذا تليفون الدوتة. ايوه ده اللي اتعلم. ايوه ابو عدنان. ازيك يا حبيب قلبي؟ ازيك ابو حسين؟ وازاي العراقيين كلهم عاملين ايه؟ قلبي عندك يا حبيب قلبي في الحصار اللي عندكم ده. بس انتوا قدها وقدود ان شاء الله. الله يبارك لك. خير يا حبيبي. الصوت بيقطع. اهدوا شويه مكالمه من بره. عاوز من هنا مانجا؟ اه يعني اجيب لك 2 3 كيلو ابعتهم لك. 70 طن انت بتتوحم ابو عدنان ولا 70 طن مانجا جابوا؟ تجاره بيزنس يعني للمحل؟ لا ده انا اجيبهم لك. هوا طبعا ما انت عارف ابو القراميط هنصدر مانجا للعراق. وانت بتفهم في المانجا يا حاج؟ وانت يعني اللي بتفهم في التنكر على فكره. لا انت اوفر قوي وهتكشفنا على فكره. ده المعلم حامد حط لي 35,000 جنيه وما رضيتش. 25,000 جنيه على الترابيزة وقول لي مبروك. 40,000 جنيه ومبروك علينا. شفت رمية النضارة؟ اوفر. ايه ده؟ مين ده؟ ارمي الكارت يا حدوتة. المعلم القرموطي البلعوطي القرموطي عين اعيان نزلة السمان. اهلا وسهلا. ودفع 45,000 جنيه في جناين الحج الشداد. اسمع مبروك يا ارمط. 45 ايه حد؟ هو لعب عيال ولا ايه؟ 50,000 جنيه على الترابيزه فلوسنا حاضره والمشاريب علينا في النهايه. طلع يد حدوته. لا دي مشاريب شغل. دي مبروك عليك. سلام عليكم. لا هتغلط. هنغلط يابا. مش عايز غلط بالصلاه على النبي. يا عمنا ما غلطش. ده بيقول لك سلام عليكم. صوته كانه بيغلط كده ما اعرفش. اتفضل يا حاج جمش. نقرا فتحه الجناين يا حاج شداد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. ألف مبروك يا عمنا. الضالين آمين. فلوسك يا معلم قرموطي. فلوس إيه يا عمنا؟ هو في بين الخيرين حساب فلوس؟ كريدت كارت أهو يا معلم. عندك مكنة؟ كراكيت ايه؟ كريدت كارت يابا. هو في تاجر بيمشي بفلوس دلوقتي؟ انت جديد في السوق ولا ايه؟ ده في كوميسة وفي ليلة داخلين عليها يا عم. ما وقعنا مع هواه ولا ايه؟ مش بروفيشنال شكله كده. طلع عدا حدوتة. اوكي معلم. اوكي فضل يا معلم. تبقى ادي له بق مية بعد ما نمضي. طلع الشيكات. اوكي يا معلم. اوكي يا معلم. اوكي. اسمك الثلاثي يا عمنا. لا فيزا ولا شيكات. انا عايز فلوسي كاش. استغفر الله العظيم يا رب. وده ايه يا عم؟ مش كاش ده شيك. بكره الصبح لو ما اتصرفش انا اتسجن. معقول القرموطي بلعوط القرموطي هيضيع سمعته في منظمه التجاره العالميه والكوميسة علشان 50-60,000 جنيه؟ ايه الهواء اللي احنا اشتغلنا؟ السوق باظ يا حدوته. اتصل بالحاج عويس المنجاوي يقول له حضر الست تريلات. خلاص يا ابو خاله خلاص.
استغفر الله العظيم، اسمك الثلاثي ايه؟ شداد الضوع واجه. مبروك عليك يا عم. الله عليك يا كيدهم، يا مهيب الركن، يا جامد يا بطل. شفت هنا، شفت عمك صدام بيسلم على القرموطي باحترام ازاي؟ هلا باحترام ازاي؟ ده صورة تركيب. يلا سيح في القهوة بقى وقول انها صورة متركيب. خلاص كلكم بقيتوا منتبهين دوت كوم، مركزين دوت نت. سلام عليك يا اخي. الله يا عم انت هتجنني، ده الايد بعيد عن الايد اهي. يلا الرحمة يا رب. عايز تودينا العراق والحرب هتقوم؟ انت ايه عايز ترميني في النار؟ نار ايه يا حمار؟ دول هم كلهم 10 ايام، 10 ايام هتروح تودي فيهم الحاجة وترجع، وهنطبق 150,000 جنيه في جيبنا. انت تتجوز البنت روحية وتنبسط، وانا سدد الديون اللي عليا. وبعدين مش عايزك تقلق من العراق، العراق ديت انا عشت فيها ايام الحرب مع ايران وعارفها شارع شارع وعراقي عراقي. ولو احتجت اي حاجة تروح على طول لعمك صدام حسين، ده حبيبي. شفته وهو بيسلم عليا الصوره اللي في القهوه؟ صدام مين يابا؟ انت هتسرح بيا؟ اذا كنت انا اللي مركب لك الصوره عند الولا سعيد كمبيوتر كنت قلت ايه؟ انت تعرف صدام؟ ايه اللي اعرفه يا ابني؟ انا اعرف صدام من ايام ما كان بيشرب معسل قبل ما ربنا يكرمه وينقل على السيجار. العراق؟ هتروح العراق يا وحيد وتسيبني؟ انا مش فاهم انت خايفه من ايه يا توته بصراحه. ده هو مشوار يا دوبك، هروح اودي بنجا واجيب بلح وارجع على طول. طب وافرض الامريكان عملوها وضربوا العراق وانت هناك؟ عبيطة والله العظيم عبيطة. خلاص اكتب علي وخدني معاك، اهو لو متنا نموت سوا. انت مكبراها ليه كده قوي يا توتة؟ نموت ايه؟ وانا رايح اهاجر، قلتلك يا بنت مشوار صد رد، وهبقى موجود هنا على طول ان شاء الله. هتوحشني يا وحيد. انت اللي هتوحشني. ايه وايه الشارع؟ اه الشارع بيت يلمنا يا رب كتير علينا يعني. عارف استراحة ال 160 اللي عند الرمادي؟ عايزين نقف عندها عشان هما مستنيننا هناك. حجي اقوم اروح للحمام. لحظة لحظة، انتظرني جاي وياك. يا ولد تعال تعال اقعد، تعال تعال اقعد هنا. وخاف تجي سيارة كبيرة، شيل هاي اللافتة زين. يلا اسود. هو ده عم حسين ابو عدنان؟ انا عارف ابويا هيضيعني. عم حسين مين انت؟ مين انت؟ انا وحيد القرموطي. ازيك يا عم حسين؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ده انا كنت شايفك في الصوره مع ابويا طول بعرض. ايه اللي جرالك؟ الله يخرب بيت ام الحصار واللي عملوا فيكم الحصار. ازيك يا عم حسين؟ تعترف تروحنا ولا حتوه؟ انت وحيد ابن الحج القرموطي؟ ايوه عم حسين. ايه ازيك يا عم حسين؟ شلونك؟ الله يكرمك. شلون صحتك؟ خليك ازيك. شلونك زين؟ الحمد لله حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله، صاير رجال، عيني باردة عليك. الله يخليك عم حسين. الله يخليك. ابو حيدر اصعد لي بهاي البراد وروح للمخازن. خوش حجي. يلا اخوي خوش مخازن. يلا عيني. والله طب والمانجا حنسيبها هنا ولا احنا راح نركب بسياره ثانيه ونروح للبيت من هناك؟ يلا بغداد طالع. بغداد طبعا يا حسين الله يكرمك، عايزين نبيع البضاعه كده اوام اوام عشان اخد الفلوس وارجع على مصر. انت عارف ان انا داخل على جواز ومستعجل شويه. وليد اذا تريد تبيعها بالجمله انت راح تكسب صح، بس مكسبها مو مثل لما تبيعها بالكيلوات. بالكيلوات راح تاخذ الذهب وياك. انا اقول المحل عندي فارغ، تجيب البضاعه مالتك وتبيعها بالمحل ورزقك ورزقك على الله. شو تقول؟ والله ما دام انت شايف ان الخير والمصلحه في كده اللي انت تشوفه عم ابو عدنان. ان شاء الله ابوها بيثق فيك قوي وبيحبك. ان شاء الله. الله يكرمك يا حاج، بيتك حلو قوي ابو عدنان. الله يخلي لي اياك. تفضل تفضل يا ساتر. اهلا بيك. تفضل. من جنب ابو عدنان، من جنب ابو عدنان، من وجهه الامريكان، من
وحيد على عمه صدام في العراق، معاه كده قفص مانجا فص وراح داخل بيه عليه. هو صدام شاف الواد وحيد من هنا وراح قايم اخده بالاحضان، وهاتك يا بوز وازيك وازاي ابوك القرموطي عامل ايه، وقعد يتكلم مع وحيد 3 ساعات ولطع هانز بليكس وبعثت التفتيش بره، وبقى شايل وحيد من على الارض الشيل. الاخ اللي بيضحك هناك ده تتسحب منه الحاجه الساعه ويتكتب قصادها سوء استماع وسخريه. حسين عبد اللطيف. ايوه سوء استماع وسخريه. اسحب منه الحاجه الساعه قبل ما ياخد منها بوق بسرعه دلوقتي. وقف يا معلم بسرعه، وقف الازازه عند بوق ما تخبوش. وقف بس عشان مش قاعد تاكل وتشرب وتقوم الكلمتين بنقولهم هتقعد تتخمز وتتلمز وتقعد تتكلم. ايه وقفنا لحد فين يا فنديه؟ وبقى صدام شايل سي وحيد من على الارض شيل. صدام دلوقتي بيعتبر وحيد بقى عيل من عياله، لدرجة ان لما بيجيب دلوقتي لقصي ولا العدي حاجة لازم يجيب زيها الوحيد عشان العيال ما تبصش لبعضيها، لعل لما تكبر برضه بيقعدوا بصين لبعضيهم وهو مش عايز يصير لوحده. أرموتي أرموتي معلش بعد أرموتي اسمع أرموتي. أيوه شوف أنا بكلمك قدام الناس كلها. الكلام اللي كلمناه والفتحة دي قرناها بخصوص بنتي وابنك اعتبرها خلاص، انتوا من سكة واحنا من سكة تانية يا ابن الناس. وماله كلام عيال هو بقى مصلحي، عشان اللي بتعمله ده اكبر غلط مع القرموطي. الواد يروح يتغرب في العراق علشان يعمل له قرشين ويجي يكتب على البيت، يرجع يلاقي البيت متجوزة مديله بومبة. ايه هتبقى انتوا والامريكان علينا ولا ايه؟ مش نهدى شوية ماشي. مولك ايه بقى؟ بومبا مش بومبا، اسمتنا كده وخلاص وانتهينا، خالتي وخالتك وتفرقوا خلاك. انت كده بتعمل انقلاب في توازنات المنطقة بقولها لك. مولك ايه؟ انت بتهددني يا رموتي ولا ايه؟ عمل لي كارت الهاب؟ لا انسى خلاص، انا اديت كلمة الحناطة وان شاء الله الفرح على بنتي يوم الخميس الجاي. ولو عايز تيجي تاخد وجبك وتضرب حشيشك وبرتك اهلا وسهلا، مش عايز يبقى احسن. لا حاجة اضرب ودان امك ان شاء الله، عشان امك كانت بتتوحن على ارنب. اقول لك ايه اوعى تفهم ان احنا يعني هفية ولا هفية. هي مسألة عافية ولا ايه يا رموت؟ ايوه عافية يا مصلحي، اوعى تحط في دماغك ان انت جايب لي شوية صيع دول بشوم ممكن يهسوني في حاجة. وايه اللي شبه خالتي اللي جايبهولي ده؟ ده انا عندي الكفاءة الرجالة بتوعي يولعوا النازلة باللي فيها، دول بياكلوا وبيشربوا على حسابي بقالهم 13 يوم وبيقشرة مني يقلبوها دمار شامل. هوريكم بروفه دلوقتي. يلا يا رجاله احنا نمشيها مفاوضات يا مصلح. الو ازيك يابا وحشني قوي. ازيك يا وحيد عامل ايه؟ وازاي امي عامله ايه؟ الحمد لله انت كويس تمام؟ لا الحمد لله زهزهت ورقت قوي، المانجا اتبعت وكله زي الفل. الظاهر امي متوصيه بيا في الدعاء قوي. وحيد يا حبيبي وحشني يا ابن الكلب. ايه ده الادب ده؟ يا ابن الكلب ابني يتقال له ابن الكلب؟ ازيك يا وحيد؟ وحشني يا ابن الجزمه خالصين. يابا هنضيع مكالمة دولة في شتيمة؟ وازاي يا عم مصلح؟ بتشوفه؟ ده انا وعمك مصلح زي السمن على العسل. ايه يا كذاب؟ في ايه يابا؟ اوعى تكونوا اتخانقتوا. خناقة؟ دي كانت معجنة. لا يا وحيد عيب تقول كده، ابوك برضو هيتخانق وانا عيل صغير. بتقول له انه جاب لك بلطجية وضربوك وفتحوك. يا ولية احمدي شوية اهدي شوية، الواد في الغربة نفسيته تتعب. ايوه حبيب قلبي. في ايه؟ في حد مات؟ ايه الحاجة الوحشة اللي مخبينها عني؟ لا يا ابني حاجة وحشة ايه وموت ايه؟ ده فرح. فرح؟ فرح مين يابا؟ فرح روحية على حنطة ابن مرعي الساحل كلمة الخميس الجاي. البت ده دي بتنيل تقطف بس شرفك يا ابني. انا ما هخلي الموضوع ده يعدي على خير، انا مرتب له ترتيب في دماغي عمره ما هيجي على دماغه ابدا. لحسيبه يتجوزها وبعد ما يتجوزها هنفضل نوقع بينه لغايه ما يسيبها ويطلقها وبعدين ترجع تتجوز عشان نخلص من حنطه ومرعي وابو وركله. معلش احنا بنتكلم. انا قلبي حاسس انك انت هتضيعني من الاول. ابويا هيضيعني يا عم حسين. اسمع يابا انا جاي مصر يوم الخميس الجاي ومع السلامه. ابويا ضيعني. ارتكب المجرم الأرعن بوش صغير هو وأعوانه جريمته التي كان يتوحد بها العراق هو وبنت جحفل. الله العظيم صدام حسين ده شكله هيطلع كذاب وبق كبير قوي زي أبويا ومنظره كده هيضيعنا كلنا. ايه ده في ايه؟ ايه ده وفضلت ليه كده؟
صدق وتامن بالله بقى، انت طلعت اجدع واحد في العالم دي وفي القهوه دي. رئيس القائد الله يحفظه، ابو العراقيين كلهم وزعيم الامه. طب ابص ايدك عارف عملت ايه؟ طب قول لي وحياه ابوك، قول لي بس. طب ده سجن ايه؟ انا اصلا من مصر، ده سجن ايه عشان ابعت لاهلي؟ انا ما عملتش حاجه، انا عايز اقابل الرئيس. أعلم الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عزم الولايات المتحدة على غزو العراق للتخلص من أسلحة التبار الشامل الموجودة هناك إذا لم يسلم صدام حسين ويسلم القوات الأمريكية بالدخول إلى العراق. كان هذه أهم أنبائنا لهذه. على مقربة من أهرامات الجيزة وأمام أحد المقاهي الشعبية نرى أن صاحبها علق لافتة ممنوع دخول الأمريكان. ترى هل هو اتجاه سياسي؟ معلش عشان دول واخدين كهربا من عندي، نرجع شوية عشان في كلام مهم حتى. لماذا تمنع دخول الأمريكان؟ أنا الأول عاوز أوجه رسالة لسيادة الرئيس بوش. بعد إذنك الكاميرا دي شغالة؟ أنا بوجه رسالة للرئيس بوش وبقول له الصياعة أدب، واخد بالك؟ الصياعة أدب، وهما كلمتين هنقولهم، لا هنرغي ولا هنلق في الكلام ولا هنعيد ولا هنزيد. معلش احنا في الكلام هي كلمة واحدة، ابني وحيد في العراق بس. افتكر الرسالة كده وصلت، المسج وصل. لو في ايدي اتمدت على وحيد ابني ولا الجن الازرق هيحامك مني يا عم بوش، وانت عارف القرموط في عصبيته. يا ساتر يا رب، ابقى دمار شامل بحق وحقيقي. ولو عايزين تقلبوها نووي عندنا الاستعداد نقلبها نووي. النووي دلوقتي بيتباع في موسكو على الرصيفة، وسمعت اليومين دول في تخفيضات كبيرة، يعني على كل رصيف بيدوا راس زيادة زي البيتزا عندنا. القرموطي نزلة السمان. هي Who is this guy? Give me all the information about Karmuti. Yes sir. أرموطي قوم كلمني. بقول لك ايه، قوم كلمني. مش عايز تكلمني ليه؟ اسمع بقى وديني، لو ما قمت كلمتني دلوقتي سايبه لك البيت ماشيه. هي طالق راحت فين يا راجل؟ قوم، الحرب هتقوم في العراق، وابنك بقاله كام يوم لا حس ولا خبر. قوم قوم يا راجل كلمني. ربيت اهلك على الصبح، مش عارف انام لساعتين يا ولية على بعضيهم. هو اللي احنا هنعيده نزيده واللي نقلبه نعدله؟ صدق انا كنت هعمل معاك واجب، شكلك كده مش هعمله معاك. انا كنت جايب لك كارت ب 20 جنيه عشان نطلبه بدل ما نروح تتبهدلي في السنترال. انت هتخلينا ما اطلبوش باللي عامل اللي بتعمليه؟ معلش معلش، كلمه كلمه. حاضر يا ستي هكلمه، كلمه بس لما. والله ابنك صار له 3 ايام غايب عن البيت. طب كويس انه هو بخير الحمد لله، هو ابن حلال ويستاهل كل خير. شنو انت ده تفهم علي؟ ده اقول لك صار له 3 ايام غايب عن البيت وقلبي خايف عليه. اديني وحيد. وحيد الو الو يا وحيد. اهو الخط قطع. عجبك انت بقى كده؟ ارموتي الواد جرى له حاجه؟ لا ما تفوليش على ابنك، الواد زي الفل ان شاء الله. وحيد هيرجع سعديه وهيتجوز روحيه ان شاء الله. We know our enemies in the world. Saddam Hussein in Iraq. Bin Laden in Afghanistan, and Karmuti in Nasrat al-Saman. Mr. President, does Karmuti threaten the national security of the United States? I can't answer that right now. Mr. President, is Karmuti capable of buying weapons of mass destruction as he claims? We're withholding that information. Is Karmuti the source of mass destruction weapons in Iraq? That information is classified. ألف مبروك يا عريس، والله صبرت وملتها عناطق. الله يبارك فيك يا عم صلح. يا ترى جبت لي الكمبيالات بتاعتي؟ لا أنا مش هجيب الكمبيالات غير لما أكتب الكتاب وأخد قسمتي في جيب. أنت هتجيبه من بره؟ ما أنت ابن مرعي بتاع الكلمة. طب أخويا روح أنت، أنا هخش أجيب لك التوكيل وأجي. ضيعت ابنك يا قرموطي. الحرب شكلها هتقوم في العراق وأنا اللي وديته بإيديا لحد هناك. انا زي ما وديته لازم اروح اجيبه. مش هسيبك يا ابني، مش هسيبك. رايح فين متسحب كده وخارج على رجلك كده؟ يا ولية عايش مع مخبر كل شويه تساليني رايح فين، ناقص كل شويه تقول لي فين البطاقه. اوعي بس.
اهلا حبيب قلبي خطوه عزيزه. ده اقول لك ايه، ما تاخدنيش في دوك. الفلوس فين يا حاج؟ فلوس ايه عدم المؤاخذه؟ فلوس المانجا اللي انت واخدها وكاتب على نفسك شيك بخمسين الف جنيه. ابن حلال مصفي، انا كنت لسه رايح لحد البنك اجيب لك الفلوس بتاعتك بالفيزا، بس انا عايزك تصبر عليا 3 ايام. ولا 3 دقايق، انت راجل نصاب. مادام وصلت الاهانه ملكش عندي ولا مليم، واخبط راسك في اقرب حيطه. والمانجا اللي انت اديتها لي مضروبه، نصها انا طالبها تيمور وعويسي، رحت جايب لك ضربانه. يعني ايه نقعد ندهنها قبل ما ناكلها؟ مالي يا صالح، عايز فلوس؟ مفيش. على السلامه روحيه روحيه. ابن عزيز، انا بحب وحيد، ممكن اتجوز حد غيره، مش لك على البيت الا مع وحيد. سلامتك يا عم الحاج. عملت ايه يا روحي؟ والله قاعده ترخي معايا لحد ما الراجل بتاع المانجا رجع تاني. انت مش هتهدي غير لما نصور قتيل النهارده. مين؟ افتح يا عم، انا روحي. هي بيت دي ليها عين تيجي؟ هي مش فرحها للادي؟ يمكن جايه تعزمنا ولا حاجه. خير يا روحي؟ انا هربت يا بلحق. هربتي؟ انا مش هتجوز غير وحيد يا عم قرموطي، وان شاء الله حتى موت نفسي. اصيله يا بنتي يا روحيه، مع ان ابوكي واطي. اروح للواد في العراق ولا اروح للبيتهم؟ وده لو شغال شيال في محطه مصر مش هشيل الشنط كلها. يا عم مرعي خلاص، قلنا لك هنبعت تجيب. انت كمبياناتك دي ما بتخلصش ابدا، وبعدين ما دام ما بيدفعش بتاخد منه كمبيانات ليه؟ روح انت وانا هتصرف. انا حاسس ان انا بشتغل عند القرموطي مش في الداخليه. غبني يا باشا غبني، القرموطي نصب عليا ب 50,000 جنيه. ايه حكايتك انت كمان؟ معزفت القرموطي 50,000 جنيه يا باشا، اقبضوا عليه قبل ما يهرب. انا شايفه بيحضر شنطته وناوي يخلع بالفلوس. يا رب يخلع ويخلص منه. اسعدت بيه، اسعدت بيه، القرموطي خطب بنتي في ليله فرحها. وانا يا بيه العريس اللي عروسته اتخطفت. الله يخرب بيت القرموطي على اليوم اللي شفت فيه القرموطي. استنوني بره لو سمحت. حاضر الو. ايوه سعادة الباشا، العميد سيف مع سيادتك يا فندم. القرموطي؟ ماله يا فندم؟ بوش مقدم فيه بلاغ. حالا يا فندم، ساعة زمن ونجيبه هنا على طول يا فندم. حاضر فندم، مع السلامة. انت وصلت البوش يا قرموطي. سلم نفسك يا قرموطي، البيت محاصر. نزل وحرق قرموطي احسن لك. اسكت يا راجل انت. نزلها قبل ما يحرقوا البيت. نزل يسرية يا قرموطي. اسمع روحية، جت تخلينا في ودانك. شايف ايه يا عم قرموطي؟ 50,000 جنيه بتوعي يا نصاب يا حرامي. اسكت منك لولا حطوكم كلكم في البوكس. سلم نفسك يا قرموطي. شايف سكة سفر؟ ايه القوات الكتيره اللي تحت دي؟ ده العراق بقت ارحم دلوقتي واهون، انا لازم اسافر. عراق؟ لا، رجلي على رجلك. اه يبقى وحيد جرى له حاجه، لازم اسافر. اسكت، ده بينهم هيولعوا في البيت. انزلي هاتي خدتك ام وحيد وحصرني فوق على السطوح، هي دي الطريقه الوحيده للهرب بسرعه. ماشي يا راجل، هز طولك، يلا اتحرك شويه. كنت سبتك في البيت تولعي احسن يولعوا فيكي. اسمع اللي هقولك عليه من غير ما توتريني. هتاخدي روحيه دلوقتي وتروحي تقعدي عند ام حدوته في العباسيه لحد ما اجيب لك ابنك وارجع، فاهمه ولا لا؟ ماليش دعوه، انا هاجي معاك. انا عايز اعرف وحيد حصل له ايه. حصلوش حاجه، وحيد انا اللي وديته العراق وانا اللي لازم اجيبه. فرحك هيتعمل في ميعاده، وابقى ماشي القرموطي لو ده ما حصلش. Thank you.
منو؟ افتح ابو عدنان. حبيب قلبي يا وهاب. حبيب قلبي ابو وحيد. ابو عدنان شلونك؟ ازيك يا حبيبي؟ شلون صحتك؟ وحشني والله. مشتاق لك. الحمد لله. شلون اخبارك؟ اللهم لك الحمد. طمني عليك. الحمد لله. زوجتك شلونها؟ الحمد لله. شلونها سفرتك؟ الحمد لله. شلونك مرتاح؟ احنا حنقضيها في الشارع مش نخش وبعدين نتكلم جاي من السفر. احسبها علي، احسبها علي. نورت والله، نورت. تفضل تفضل تفضل. اول باب ده عندكم هيك. تفضل تفضل. بسم الله. اهلا وسهلا بيك، نورت والله. تفضل. لكن حد ان شاء الله حراسه ولا حاجه؟ تفضل، ماكو احد بالبيت. المره والجهال وديتهم البيت خالتهم للحله. الله يلعن ابو الحرب. تفضل. اهلا وسهلا بيك. الله يخليك يا حبيبي. نورتنا والله. ده نورك اخويا. البيت بيت. الله يخليك. طولت هاي الغيبه ما في صار طويله. خلي زهقت. الواد وحيد ابن فين ابو عدنان؟ طمني. ابنك الله يسامح لسانه طويل مثلك علق على خطاب السيد الرئيس وماخذين الجماعه. جماعه صدام؟ لا يمكن ابدا يبقوا عارفين ان ده وحيد ابن القرموطي ويسجنوه ابدا. ده صدام ده حبيبي من ايام ما كنا بنشرب شاي بلبن في قهوه الديانه الاصطباعه بتاعته. دعوفه تشذب. دعوفه ما بطلت بعدش كبرك يصير وانت تشذب. يا نهار اسود. طب والمانجا والديون اللي متلتلة عليا؟ اطمئن، المانجا نصها انباعت وفلوسها عندي. قوم قوم ارتاح شوية. ارتاح ارتاح ده يا ابو عدنان. انا لا هرتاح ولا هحط طعم الزيت في بقي قبل ما الاقي وحيد ابني. حبيبي يا ابني هنزل الف بغداد شارع شارع لحد ما الاقيه. عن اذنك يا ابو عدنان. أنا ما شفت الشاب زي ده. ما السلام عليكم عمنا. ما شربش عندك برتقال؟ لا ما شفتوش. وحيد ابني ما شفتوش والنبي؟ لا ما شفتوش. طب اتأكد كده من الصورة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالروح بالدم اديك يا صدام. بالروح بالدم اديك يا صدام. بالروح بالدم اديك يا صدام. بالروح يا ريس صدام. انا الهرموطي من مصر جاي حارب معاك يا باشا. بس الواد انت مش لاقيه صورته هيعمل. اوعى يا عم نضيع في الشاورما الراس يا عم. هو مطلوب من امريكا يا ريس صدام. يا صدام بالروح يا صدام. بالروح بالدم بديك يا صدام. بالروح بالدم بديك يا صدام. بعدين بقى في اللخبطه اللي انا فيها ديت بالروح بالدم نديك يا سبحان الله العظيم. هو كان صدام في البلد يا جدعان؟ بعدين في الخيلة الكذابة اللي احنا فيها دي بقى مش فاهم. السلام عليكم ابو عدنان. عليكم السلام. سويت ده؟ انا استويت يا ابا. سويت ايه؟ لفيت بغداد ضربونا ضربونا مش لاقي له اثر. انت مو قلت راح تروح للسيد الرئيس صدام وهو راح يجيب لك اياه؟ صدام هو فين صدام؟ انا دماغي لفت يا ابا. اربعة صدام قابلتهم في يوم واحد وفي اماكن مختلفة مع اني ما لفتش كتير. نخاف يطلع لي من الشيشة. اسكت لحيط عن الهذان. يعني اجي العراق عشان ادور على ابني الاقي نفسي بدور على صدام؟ يا ليلة سودة. جابك العراق؟ جاي تحارب؟ تجاهد؟ امال يعني جاي اصدر منجح؟
جيت احارب مع اخواننا العراقيين، نزلت الشوارع لقيت شوية منهم عمالين بيحضنوا في الامريكان، اتلخبط ما بقتش عارف اعمل ايه، احضن مين وحارب مين. اللي شفتهم هذولا مو عراقيين، ذولا عملاي وخونة. عملاء وخونة، انا اتلخبطت يا عم الحاج، ما بقتش عارف مين البطل من مين العميل. الامريكان دخلوا شطبوا على بغداد. يا خسرت الصورة اللي انا معلقها لك في القهوة صدام، ده انا معلق له صورة مبروزة برواز لوحة كونتر كده قبل كاش عاشق ومعشوق مكلفاني 8.5. حسبي الله حر ونفج التكتك، حد يسيب بلده ويخلع في الظروف السوداء اللي زي دي؟ سمعنا عن جيوش بتستسلم، جيوش بتتهزم، انما جيش تقوم الصبح ما تلاقيهوش هو ورئيسه، اول مرة نسمع عنها ديت. عيني يا ام، مو يمكن اختفاءه مخطط وفخ للامريكان؟ يا ريت يكون عايز يعمل كده، بس ده بانه كذاب وبق كده على الفاضي. يا ريته كان سمع كلام الدنيا كلها من الاول وكان انسحب من الكويت، ما كانش حصل لنا اللي حصل لنا ده. انما تقول ايه بقى انه شفية الدماغ، مع ان ابو علاء قالهاله. مين هو ابو علاء؟ الرئيس حسني مبارك يا عم الله يديله الصحة، كان كلمه سنة 90 وكنت قاعد جنبه هو بيكلمه في التليفون، قال له ابو عدي اسحب قوتك من الكويت علشان ما تدخلش القوات الاجنبية في وسطينا. انت شلت قاعد يم ابو علاء وهو دي خابرني؟ ايوة يا عم، بقول لك كنت معزوم على الغدا وكان عازمني على رقاق وبط، وكان يخبرك. يا نهار امك اسود يا ارمط، معلش ساعات الباشا العتب على النظر وفي حصوايا داخله في عيني لاني متبهدل من صباحيه ربنا، يعني بدور على ابن الله يخليه. سيادتك مهيب الركن، مهيب الركن يعني حبيب قلبي، حبيب قلبي قاعد مستخبي بالتكتك للامريكان يا معلم، صح؟ انا قلت لك، مش انا لما وقعت قلت لسيادتك كده؟ قلت تلاقي صدام مختفي بالتكتك للامريكان عشان يطلع يفاجئهم ويولعهم. هتولع يا باشا. صدام يا ارمط، يا ليلتك يا دخل. ايوه سعاده الباشا. روح حارب الامريكان. نعم سعاده الباشا. انت مو قلت جاي تحارب الامريكان؟ ايوه جاي نحارب، بس هنحارب من غير تدريبات فرضاني كده، مش انت معايا برضو ولا هتخلع ولا ايه؟ دخل. حاضر حاضر، ايوه طبعا لازم كنا. ايه ده؟ ايه الهزه ديت؟ الله الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم، في حاجه ولا ايه؟ يا عم صدام اداني الارمجي وخلع. يا سوادك يا ارمط، اوعى حد يمد ايدك، اوعى حد يمد ايدك، انا عايز اقابل الكبير، انا عايز اقابل الكبير. يلا كمان جو 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 يلا جو 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 يلا جو. هو ايه؟ هما الامريكان دخلوا؟ جو 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 الامريكان دخلوا؟ حاضر حاضر اجري. عم ابو عدنان ياهو وحيد وليدي يا هلا. اتبهدلت عم ابو عدنان، صدام سجنني والامريكان هم اللي طلعوني. الله ينتقم منهم الطرفين، الله ينتقم. ايه ده؟ دي شنطة ابويا. هو ابويا جه ولا ايه؟ ابوك صار الاسبوع من نجا وطلع يدور عليك، صار لثلاث ايام ولحد الان ما رجع. يعني راح فين؟ طب ما نخرج ندور عليه والنبي. لا 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 وليدي لا، اخاف تطلع انت وهو يجي وقلبه محروق عليك، بعدين انت تخاف على ابوك، ابوك يندل بغداد اكثر من عندي. يلا يا ابني يلا، طب غير ملابسك وزي لحيتك وبعدين سولف لي شنو اللي صار بيك. Big surprise, Mr. President. What happened? We caught a big fish. Saddam Hussein? No. Bin Laden? No. Don't tell me you got Carmuti. That's him, Mr. President. Well, that's great. Way to go, guys.
يا اخوانا حد يرد عليا بقالكم اربع ايام ممخمطيني والكلاميه ضيقه عليا وانا مخنوق خنقه ما اعلم بقى غلط. انا عايز اقابل الكبير هنا، مش هقرمط ما يقابلش اقل من الكبير. معلش عايز تتكلم. Good morning Mr. President. Good morning. Good morning يا مستر. مستر بوش Don't be afraid, Carmudi. We're friends. Let's take a little walk. Now, you can tell me why you're in Baghdad. Mangoes? Yes. So you confess to bringing weapons of mass destruction to Iraq? جبت اسلحه دمار شامل. شويه مانجا هتعملوهم اسلحه دمار شامل؟ امال لو كان بلح كنا قلبناها نووي ولا ايه يا باشا؟ انا مش فاهم حاجه عنك. كارموني can you tell me where Saddam Hussein? قل لي يا سيد كارموني اين صدام حسين؟ We have a $25 million reward. وسوف اعطيك 25 مليون دولار. We will announce to the whole world that you're trying to export weapons of mass destruction from Moscow. نعم يا باشا. سوف نعلن العالم كله انك كنت تورد اسلحه الدمار الشامل للعراق من موسكو. دول كلمتين قلتهم في القهوه كانوا هوكس كده سعاده الباشا، لزقت فيهم. يعني حضرتك لا مؤاخذه يعني هتسيب كوريا الشماليه وتسيب موسكو وارمط هو اللي يلبس الليله كلها اذا كان يرضيك؟ ماشي اتفضل يا باشا اتفضل جننتك وتمشى فيه. اتفضل اخوي. Then we'll announce to the whole world that you're responsible for the U.S. embassy bombings. وسوف نعلن للعالم كله انك مسؤول عن الانفجارات التي ضربت السفارات الامريكيه في العالم كله. وماله And then there's a nice reward in it for you. لو تعاونت حنعطيك جائزه كبرى. طب لا مؤاخذه يعني ايه اللي يضمن لي ان هو يديني؟ اصل الراجل ده بيقول الكلمه وبيرجع فيها والعالم كله عارف كده. اسال برويز بشرف، انا عايز ضمانات. عايز ضمانات ايه؟ يكتب على نفسه وصل امان. What? وصل امانه ماضي عليه هنزل لكس وكوفي عنان. معلش احنا بنتبهدل ما فيهاش حاجه. ترجع في كلامك تروح محدش يمدني. تعلن جمعيه اصدقاء الارهاب الدولي مسؤوليات اللي انا الزعيم بتاعها يعني لا مؤاخذه يعني مسؤوليتها الكامله عن ان اي لبش في اي حته في اي منطقه من العالم احنا اللي عاملينه. وبنعلن ايضا عن عمليه تفجيريه كبرى سوف تهز العالم اجمع. هنعملها يوم الثلاث اللي جاي بعد صلاة الجمعة مباشرة. Cut. Are there any Friday prayers on Tuesday? يا سيد القرموطي هل يوجد هناك صلاة الجمعة يوم الثلاثاء؟ حد عارف هيعمل فينا ايه اكتر من كده؟ المناهج بتتغير يا عمنا. يلا خلصوني من الليلة السودة دي نعيد يا جماعة. يلا ماشي. Tell him to repeat it and stick literally to the script. عاد والتزم بكل كلمة حرفيا. فيلم اسلحة الدمار الشامل عاشر مرة. تعلن جمعية أصدقاء الإرهاب الدولي كات. بعدين بقى في القط ده الله العظيم بيشتغلونا فيلم فعلا. I need a more terroristic feeling. بيقول إيه لمؤاخذة؟ السيد الرئيس يريدك أكثر إرهابا. أكثر إرهابا؟ يعني أرفع حاجب مثلا زي عم محمود المليجي عندنا اللي هو آل باتشينو عندكم؟ أوكي. لا قول له يتعامل معايا كويس بفانيلته دي علشان ما نقومش الليلة ونحرقها دلوقتي، عشان ما حدش حد يتعامل معايا بالشكل ده. وأنت اهمدي في حتة شوية عشان الدقن بتشوكني وربنا وحده اللي يعلم أنا مخلوق قد إيه. يلا يابا خلصت من الفيلم اللي اسود ده. أوكي ليتس دو إت وان مور تايم. دمار الشامل 11 مرة. تعلن جمعية أصدقاء الإرهاب الدولي اللي هو عدم المؤاخذة أنا الزعيم بتاعها بتعلن. ما هو مش هينفع. I can't believe we spent all day to just film this small confession. Stick to the script. عم بوش مش هينفع الشغل بالطريقة ديت. أنت عصبتني وأنا لا مؤاخذة مش هنعرف نديلك الشغل المطلوب. علشان أنا بقالي 10 ساعات شغال في الإضاءة وأنت عمال تاكل وتلغ واللي يخزق واللي يمزق واللي يلزق وأنا قاعد تعبان وأنت بتاكل ما افتكرتنيش بوجبة حتى. ده إيه الإنتاج ده يا عم؟ ده لو السبكي كان زمانه جايب لي 3 وجبات وضبع خروف دلوقتي.
صحيح بيقسم من القسط الاخير انما ماشي معاه. That's enough for this small confession. كده كتير، هو مش ممكن يضيع وقت اكتر من كده. لا ما هو مش هينفع نشتغل في العصبية دي، يعني كمان مرة ونشتغل وبتتقال كده بنفسية وحشة وانا ما بحبش اشوف. في ايه يا عم؟ بقول لك يا حاج بوش، عايزك تهدى عشان العصبية مش هتجيب نتيجة. صلي على النبي كده علشان نطرق اللقطة اللي فضلنا كل حاجة يروح لحاله، وانت برضه تشتغل وتنام لك شوية وانا لك، ولا انت مراد شغلنا اللي احنا عشان نخلص. وانت بقى كده خيلتيني ومش قادر افهمك بصراحة. يلا يا جماعة. Let's do it one more time. يلا كمان مرة. خش بالكلاكيت يا عم. أسلحة الدمار الشامل 17 مرة. تعلن جمعية أصدقاء الإرهاب الدولي 17 مرة. إيه يا عم دول 12 مرة، إحنا هنحمرق في العدد. I don't want it. Bring me somebody else. Carmody's driving me crazy. حول الله يا رب. ايه اللي جرى يا عم؟ بيقول ايه بس؟ يا سيد القرموطي لقد جننتني. طب انا عايزك تهدى شويه ومش عايزك تزعل نفسك، لا يجي لك شوجر ولا حاجه. واللي بيقعوا اليومين دول صغيرين وانت صغير، ومش عايزك تقع مننا. يقع مننا قادر يا كريم. هات له كركديه وخلصوني. يلا يا جماعه نشتغل. تعلن جمعية أصدقاء الإرهاب الدولي مسؤوليتها عن كافة الحوادث الإرهابية التي حدثت في الآونة الأخيرة، وإنها المسؤولة عن تفجير السفارة الأمريكية ومسؤولة عن تهويل كافة أسلحة الدمار الشامل إلى العراق، وعلى من يريد أسلحة الاتصال بزيرو 390. We are here for liberty. We caught Carmody, terrorist. Right now, he's here in camp awaiting justice. And we will catch Saddam Hussein and all his followers. Mr. President, we would like to see the terrorist to ask him some questions. Habib Elmi. How did you bring the weapons of mass destruction into Iraq? كيف جلبت أسلحة دمار شامل إلى العراق يا سيد القرموطي؟ إحنا بعتنا في الأول تريلا فيها حوالي 50 طن مانجا اللي هو دمار شامل يعني، وبعتهم مع وحيد ابني وكتب على نفس الشيكات وراحوا قدموها للبنك، خدوا عليها رفض ريفيوز يعني، وربنا عدل الموضوع ده على خير. شغال معك حلو أنا عم بوشنا في خطة ولا بتاع كلمني. Mr. Carmody, who's paying you to bring the weapons of mass destruction into Iraq? ومن الذي يمولك لتجلب أسلحة الدمار الشامل إلى العراق؟ مرعي بتاع الكلمة. In the tape you had a beard. Why do you look so different now? ولماذا ظهرت بالشريط بذقن وشكل مختلف؟ هو بالنسبة يعني لموضوع الدقن دي يعني كانت مكياج يعني لمؤاخذة. والشريط اللي انتوا شفتوه ده شريط متفبرك فيلم، والله العظيم ثلاثة فيلم. انتوا مضحوك عليكم يا جماعة زي ما احنا مضحوك علينا بالظبط. اسكتوا شو بتهيصوا على ايه؟ ما تبصولي كويس، ده منظر ارهابي، ده شكل واحد ارهابي، ده لبس زبالين. انا عندي نووي، ما يروحوا يتشطروا على اللي عندهم نووي بحق وحقيقي، ولا هم ما بيتشطروش غير علينا احنا بس. وانا بقولها قدام مستر بريزيدنت بوش وقدام العالم كله، انت لو ثبتت ان كوريا الشماليه عندها نووي والمصحف لا تضرب سوريا، ولو عاوز تضربني انا كمان قدام العالم كله يلا اضربني. عايز تكتم بقي وتخرسني خرسني قدام العالم كله، اكتم بقي عشان تبين للناس الحريه الامريكان اللي انتوا جايبينها لنا. ما تخلقش اللي يخلي القرموط يقفل بقه او يقول كلام غصب عنه. مش هتمشونا على مزاجكم، مش هتمشونا على مزاجكم، مش هتمشونا على مزاجكم. يا جماعة المشاريب النهاردة على حساب انا. لا حدوتة، المشاريب دي كلها عند انا، ده القرموط الغالي عليا قوي. انا عايز اقابل الحاجة ابو خالد يا جماعه، محدش يمد ايده على نهار اسود. لا ده مش شغل معتقلات يابا، دي مسخره وقله ادب. لا ما ينفعش الكلام ده. بص ايديكم، انا عايز اقابل الحاج ابو غريب.
أنا سمعت عن تعذيب، إنما عدم المؤاخذة كده استريبتيز لا ما ينفعش. في إيه؟ هتكهربوني ولا إيه؟ انسى هروب. أيوه. This is a surveillance bracelet. يا الله، يعني أنا مترقب كده طول الوقت يعني. لا مش أرمط، مش أرمط. لا حرام عليكم. لا يكون في علمكم دي آخر حاجة هتتقلع النهاردة. مش حلو الحريم بتوعكم يشوفوا أرمط كده من غير حاجة. Take off all his clothes. اللي هيجي جنب اللباس أنا هفجر الدكة. أنا كل ده مرشي من اللي بقول لكم. محدش يجي. لا حرام عليكم، ما عندكيش قراميط صغيرين. لا 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 اسطروا عليا، اسطروا عليا. لا 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 الموضوع كده هيكبر مننا كلنا يا جماعة. لا يا نهار اسود شكلك وحش قوي كده يا فندية. أم وحيد لو عرفت هتقطعني، دي بتفتشني. خلوها. لا Stop it, guys. Get out. جون، انت معاهم يا جون؟ انت تصدق عليا كده يا جون؟ انت تصدق القرموطي يبقى بتاع دمار شامل؟ انا بتاع دمار شامل يا جون. انا عارف قرموطي. I saw everything. جون، أنا لازم أخرج من هنا جون. بحق العيش والملح اللي بينا، عايزك تساعدني. ساعدني جون. حصادك أموتي. I'll help you. لازم تقصدي وتسيبها هنا. اقصد ديت وتسيبها هنا ليه؟ عشان يبان هناك لسه في سجن. اوعى تنط بالاسوره. نعم جون، هي المشكله في الاسوره ده، انا اكلها باسنان امي. المشكله في النطه اللي ممكن تموتني ديت. مفيش طريقه تانيه، مفيش طريقه تانيه. رب سترك يا رب، يا رب سترك يا رب. يا سوادك يا ارمط، يا رب انقذني يا رب. Crazy day. Did you hear what happened to old Tommy before? I couldn't believe it. It's the worst thing of unbelievable. Can you believe it? Drink. استرها معايا يا رب. What? I don't know. Just a beer. Don't worry about it. Yeah. Thank you.
There's a breakout. Prisoner on the loose. زون أنا هنا يا زون، هنا يا زون. What happened؟ مش وقت أم هابن، خرجني من هنا دلوقتي قبل ما ييجوا، قبل ما ييجوا يتزوروا. ركبني عربيتك. No Armistice. No 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 no. سورة. بيني وبينك يا جون، انا قلت لا يمكن هنط من على السطوح على العربيه وانزل سليم. جت لي فكره، قلت طب مش هم بيراقبوا الاسوره، طب ما انا اخليهم يجروا ورا الاسوره. قلت بقى هم يطلعوا يدوروا علينا بره وانا اهرب براحتي من جوه. ايه رايك في قرمط يا عم جون؟ المصيبه على موتي. احنا بنضحكنا على الامريكان. ابويا يا جامد يا اللي ضحكت على الامريكان يا عسل. انا مش مصدق يابا ان احنا خرجنا بره العراق، مش مصدق ان احنا هنرجع مصر. امال انت فكرك يا ولد؟ انا اللي رميتك في النار وانا اللي كان لازم ارجعك منها، وفرحك هيتعمل في ميعاده. غصبت عن حبه عين صلحي وعين مرعي بتاعت كلمه، وغصبت عن حبه عين الامريكان. ومعلش احنا لازم نصرف. بحبك يابا. مش عايز اتكلم كتير بدل ما اوضح صوتك. الصعيده الصعيده وكلين اللحمه نيه نيه لبسين الجوخ على اللحم لحم تجار المانجا مانجا بيحيوا حيوا الحق القرموطي قرموطي حبيب قلبي فكر احمد شداد المعلم القرموطي القرموطي بارك لابنه وحيد ابنه وحيد معلم قرموطي قرموطي كريم اليدين اليدين سداد الدين الدين معلش يا حاج باعت امسي على الحاج شداد شداد حبيب قلبي قلبي تجار المانجا مانجا يعني اسلحه الدمار الشامل الشامل وربنا يبعد عنك لجان التفتيش ونسمع سلام يا بردعي يا بردعي يا بردعي ما تخف عليا تعبتني